حضراتكم يعني متعودين ان احنا دايما هنا بنحب نتكلم معاكم في الحاجات اللي احنا بتحصل فعلا وبتواجهنا عامة سواء في العالم او حوالينا، ويمكن يكون مشكلة الغذاء احنا بنسمع عنها دايما، ويمكن يكون احنا عندنا عادات وتقاليد ممكن تكون خاطئة وممكن تكون صحيحة، في بعض منها صح وفي بعض منها غلط، بس مش ده يعني اللي احنا عايزين نتكلم فيه اكتر. اللي احنا نتكلم فيه هل احنا اصلا عاداتنا وتقاليدنا دي اتغيرت مع مرور الوقت؟ يعني يمكن زمان احنا لما كنا صغيرين كنا دايما بنسمع الام او الاب اللي هو ايه يقول لك خلص طبقك عشان دول هيجروا مثلا وراك يوم القيامه وهتخش النار، خلص طبقك علشان دول هيخلوك تكبر، هيطلع لك عضلات، شعرك انت كبنوته هيطول وهكذا. ساعات بحس ان الحاجات دي ممكن حد يضحك عليا انا بقول الكلام ده، بس فعلا الكلام ده كان بيبقى مؤثر جدا مع الاطفال. يعني كنت بحس ان الاطفال فعلا بتكون عندها حتة المعتقد ان انا لازم هخلص ده ولازم هاكل ده علشان ده اتحط لي او انا حطيته بنفسي فانا لازم التزم وان انا اخلصه. بالظبط. وبعدين لو تفتكر زمان احنا ما كانش في اوبشن انه حاجه تترمي، يعني مثلا ورك فرخه بايت منك من امبارح هيتعمل النهارده مكرونه بالفراخ، مش عارفه موزايه اتفعصت ودبلت هنعملها عصير ونشربها بكره. ففعلا كانت امهاتنا وكل الناس يعني بتوع زمان ما بيهدروش اكل، يعني ما تلاقيش بعد ما نخلص فيه اكل مثلا بيترمي او حاجه، او انه يفضل مثلا بايت في التلاجة كذا يوم لحد ما نرمي، لا يا إما الحاجة دي كانت بتدخل في أكلة تانية أو على الأقل لو إحنا مش محتاجينها ممكن نديها لحد محتاج. ساعات على فكرة كانوا الجيران بيدوا بعض أكل، إنه مثلا أنا عاملة حاجة حلوة جارتي مش عارفة عاملة إيه والأكل بزيادة فأنا أديلها من الأكل ده وهي تديني من الأكل اللي عندها. مش تبادل يعني، بس إنه كان بيحصل بشكل عشوائي. بالزبط. فكانت ما عندناش كمية الأكل المهدر اللي موجود دلوقتي. يمكن بحسب اخر الاحصائيات احنا يعني كل فرد فينا بيهدر سنويا حوالي 91 كيلو جرام من الاكل، وده رقم كبير قوي. انت متخيل يعني 91 كيلو اكل للفرد؟ يعني يمكن يكون ده ياكل العيله، يعني نقدر نقول ياكل العيله من 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 عائله مثلا متوسطه او ان هي مش لاقيه كم الاكل ده. طيب احنا لما بنيجي كده نفكر ونبص حوالينا دلوقتي والحاجات اللي بنشوفها على السوشيال ميديا، ممكن نكون بنشوف ان في ناس دلوقتي اللي هو زمان كنا متعودين ان احنا لما بنيجي ناكل في اي حته او في حد غلبان او حاجه ممكن نديله حاجه او ان احنا بنتجنب ان احنا ناكل او نتباهى بحته الاكل دي قدام حد ممكن يكون محتاج. لكن دلوقتي الموضوع بدا ان هو يتنقل او يروح في حته اللي هو ايه، مثلا يا جماعه حد مصور الشيك مثلا بقيمه كبيره ويقول لك خمن مثلا سعر الشيك ده كام، او ان هو ممكن يكون دافع ارقام كبيره جدا مش عايز يدي حد مثلا غلبان باقي الاكل، يقول لك مثلا هاخده او هسيبه في المكان. لا انا لازم عشان ابقى انسانه شيك قوي ما ينفعش ان انا قاعده في مكان وفاض مني اكل ان انا اطلب اخده تيك اواي، لا يعني انا هسيب لهم الاكل عشان كده كده مش محتاجاه يعني، فهو يترمي عندكم عادي جدا. رغم انه ناس كتير قوي مننا لو اخذت بواقي الاكل بتاعتها تيك اواي حتى لو انت مش هتاكله في البيت، بس ممكن تديه فعلا لحد غلبان او حد محتاج للاكل ده. طبعا برضو في غير استهلاكنا كافراد في استهلاك من المطاعم والفنادق والحاجات دي كلها بتهدر اكل بكميات كبيره جدا، لانه طبعا معروف انه مثلا الاكل بتاع البوفيهات لو فاض سواء من فطار غدا عشاء الاكل ده كله لازم بيعدموه او بيرموه ومحدش بيقدر ان هو يستفيد منه عشان لازم يتعمل اكل كل يوم بيومه. وفي بعض الحاجات تقريبا انت اللي قلت لي المعلومه دي انه بعض الفنادق تقريبا عملت زي ديل كده مع بعض المؤسسات الخيريه او الجمعيات الخيريه ان هي تتبرع لها ببواقي الاكل دي في نهايه كل يوم. دي فكره هايله جدا. بالظبط. يمكن يكون ان هم يعني لقوا اكتشفوا بعد كده ان هو في كميات اكل كبيره جدا بتترمي، وحرام وحرام ان الحاجات زي دي يا جماعه في ناس كتير ممكن تكون محتاجاها. طيب في حد يجي يقول لك يعني هم هياكلوا مطرح الناس؟ لا مش ده اللي بيحصل يا جماعه. في كده انواع معينه من الاكل اللي هو يعني كانت سليمه، ما حدش حاطط فيها شوكه، ما حدش حاطط فيها معلقه، مش متبهدله، وبيتم طبعا ان الموضوع ده يتعمل بشكل شيك جدا وهم حافظين كمان على يعني الجوده وما يكونش فيه اي حاجه ممكن تتعرض ان هي تبوظ في خلال النقل او اي حاجه. فالموضوع ده مهم، ومهم ان احنا نعمله حوالينا حتى في بيوتنا. النهارده عزومه،
اتبقى حاجات كتير ممكن ناكلها تاني يوم. ده انا بحب العزومه دي قوي، بتخلي لك اكل كده لمده اسبوع عندك في الثلاجه بتاكل منه من غير ما تعمل اكل. انا لسه كنت هكلمك على حته ان في ناس ما تحبش تاكل اكل بايت. لا حواليك بقى بتوع امن، حواليك مثلا حارس عقار، مثلا مسؤولين نظافه، اي حاجه، اي ناس حواليك في اكل انت اكلت منه مش هينفع تديه لحد ياكله من مطرحك. في يعني يمكن نقول كمان الكلاب والقطط، يعني ممكن بدل ما هترميه في الزباله يعني على الاقل في كائن حي هيستفيد بيه. وفي الاول او في الاخر يعني احنا يعني شلنا بقى، بعدنا عن حته ان احنا نهدر كميه الاكل الكبيره. صح، او حاجه بسيطه قوي يا شريف انه ممكن اكل مثلا فايض منك او اكل مقطوم، اكل مش هتقدر يعني ان انت تقدمه لحد تاني. بالزبط. غير قصه الحيوانات، يعني والله يا جماعه في ناس للاسف بتاكل من يعني مش عايزه اقول اللفظ، بس في ناس بتاكل الاكل اللي احنا بنرميه ده، فعلى الاقل حطه في كيس، حطه في ورق فويل، حطه بالزبط. في اي حاجه ان هي تفصله عن باقي محتويات القمامه بتاعتك، عشان لو حد يعني واصل بيه الحال للدرجه دي على الاقل ياكل اكل نظيف لحد ما، يعني مش هقدر اقول كلمه نظيف طبعا 100%، بس الى حد ما يبقى مفصول عن بقيه محتويات القمامه. وما تستقلوش على فكره خالص خالص بفكره انه هو ممكن حد يعمل كده. في حد بيعمل كده، لو نزلتوا الشوارع موجود بصيتوا على العربيات اللي هي الكبيره دي هتلاقوا ناس جوه العربيه دي بيدوروا على اي لقمه عيش، فيعني مراعاه ليهم. بالظبط. ويعني في الاول او في الاخر يا جماعه يعني اللي احنا بنقوله ده مش مجرد كلام بيتقال، لا ده فعلا ده لازم يتعمل، ولازم يتعمل ويتطبق علينا كلنا. ومش عيب ان انت يبقى منك اكل في مكان وتطلبه وانت ماشي يكون الاكل ده نظيف، تديه لاي حد يعني في طريقك، اي حد ممكن يكون محتاج الاكل ده. ففي الاول او في الاخر يا ريت كلنا يعني ان احنا نعمل ده، لان هو ده فعلا التحضر الحقيقي، هو ده الجديد الحقيقي، هو ده الترند الجديد الحقيقي. لو الناس عايزه تحب ان هي تمشي ورا الترند، لا الناس مفروض تعمل ده. طيب يا جماعه خلينا كده هنطلع لفاصل، نرجع نكمل معاك بقى